السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بلندر جي بي تي تولز تضاف لي البلندر بتخليك تتكلم معاه باللغة الطبيعية. كل عليك ان انت تقول له كود وتقول له داونلود وتنزل ملف المضغوط وتبدأ ان انت تسطبه. هتخش على ايديت بريفرنس من بلندر ادنس وتقول له انستول وتختار الملف دوت ويبدأ ان هو يتسطب بحيث ان انت تقدر ان انت تدي اوامر للذكاء الصناعي. خلينا نشوف الفيديو مع بعض. زي ما تشوف هتكتب الحاجة اللي انت عايزها وهي تبدأ انها تتعمل، يعني هيكون الموضوع اسهل بكثير. انت عندك هنا بتكتب الكود بتقول له انا عايزك تعمل لي حيطة، عمود، تعمل لي شكل معين، يبدأ ان هو ينفذه لك ويرسمه لك بدل ما تقعد تدور الامر ده فين والحاجات دي كلها. فانت بتكتب هو يبدأ يشتغل على الاوامر اللي انت كاتبها، وبتكتب باللغة الطبيعية، مش بتكتب اكواد ولا حاجة خالص، بتكتب باللغة الانجليزية عادي، ويبدأ ياخد اللغة الطبيعية دي مع شات جي بي تي ويبدا ينفذ جوه البرنامج. يعني البرنامج هياخد منك الحاجات بدل ما تروح لشات جي بي تي وتقول له اكتب لي الاوردر وتاخد الاوردر تديه للبلندر، بقى شات جي بي تي مدمج جوه البلندر. فدي من ضمن الادوات القويه، وانا بتنبأ ان ده هيكون في كل البرامج بعد كده، هيبقى في الاوتوكاد، في الريفيت، في الفوتوشوب، كل البرامج هيبقى فيها الخاصيه دي قريب ان شاء الله.